كرة ومحاولة الآن خطيرة خطيرة تسديدة تأتي لا زالت مستمرة جوله والسالم عاد مرة أخرى يا أبو السالم يسجل من جديد يظهر في هذا الهدف في اللقاء هذه المحاولة هذه الكرة هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى وصلت إلى من؟ إلى اللاعب بينزا أمامية ملعوبة وبعد ذلك الاستلام من من؟ الاستلام من من؟ ننتظر لنتأكد ننتظر لنتأكد من سجل فرشيد 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 هو اللي سجل هو اللي سجل الذي يقدم أداء كبيرا جدا من خلال هذا الموسم الحديث عن يونس بالرغم من أنه لم يكتمل الصفوف لأنه دائم الحضور بشكل مميز جدا كرة ملعوبة لمصلحة النادي العربي خطيرة لا 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 يسجل عبد الرحمن عرباوي في المدرج يرقص فرحا على أنغام التاريخ ويدخل المواجهة بشكل كبير يونس علي يلعب الديربي على أجزاء الفوز ويعلم خبايا الريان جيدا هذه الكرة هذه المحاولة وين التغطية وين وين الرقابة وين وخطأ على تنفيذه خميس رودريغيز يلعب كرة داخل منطقة الجزاء فرصة للتقليص تقليص الفارق نعم يسجل الريان وعن طريق يوهان بولي يقلص الفارق بكرة ملعوبة في غاية الروعة في غاية الروعة بأقدام الكولومبي على رأس يوهان بولي في مواجهة المرمى يسجل الهدف الآن ليشعل بقية أحداث الديربي هي من خميس إلى رأس بولي يهانه راسية مثالية جدا من يوهان بولي بعد كرة عرضية في غاية الروعة